السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أكرم ضيوفه بعجل سمين مع أنهم اثنان ويكفيهم أقل من ذلك، فهل في ذلك حجة للذين يسرفون في الذبائح اليوم؟ من قال اثنان؟ جل وعلا يقول ضيف الضيف، يطلق على الواحد، يطلق على الاثنين، يطلق على الجماعة، وهم ملائكة. قالوا إنه سلنا لجماعة، أي ومن الجماعة سلنا إلى قوم مجرمين، فمن الذي حددهم بمثله؟ نعم.